4,500,000 طفل وأسرهم يعيشون تحت خط الفقر. يوجد في العراق 5,000,000 يتيم. إنهم يشكلون 5% من أيتام العالم. تعرض بعض منهم للأمراض النفسية برؤية المشاهد المأساوية للحرب. نور الدين هو أحد هؤلاء الأطفال، وقد رأى والده يقتل بأم عينيه ولن ينساه أبداً. 45,000 طفل بلا أوراق ثبوتية. من المسؤول عن وضع الأطفال في العراق؟ لماذا تحذر المنظمات الدولية؟ كردستان 24 في استقصائي خاص تتابع من خلاله أوضاع الأطفال في العراق. في الفيلم الوثائقي بلد الأيتام قريباً.